السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي ملفات كتيرة من الريفت وعايز أحولها لنفس ووركس، فده بياخد من وقت كتير قوي. فمن الحاجات السهلة اللي موجودة في نفس ووركس باتش يوتيليتي، ده عبارة عن إيه؟ بديله الفولدر أو بديله الملفات اللي أنا عايز أحولها، تمام، بالشكل دوت. أبدأ أختارهم، تمام، تختار المسار من هنا، وبعد كده تبدأ تختار الملفات، يبدأ هو يجمعهم كده. فبتقول له الأوتبوت اللي أنا عايز يجمع لي فيها الملفات اللي هتحول ل NWC كده اهوت براويت NWF و NWD، دول الاتنين الموجودين حاليا. اقول له حولهم لي في المكان دوت، والإصدار مثلا 2016، تمام. وبعد كده اقول له run command، فيبدأ يحول لي الملفات اللي انا اخترتها مرة واحدة. ممكن يكون المشروع كبير 10 ملفات او 20 ملف، فكل مرة لازم افتح الريفت واقول له حول وكذا. لا، ممكن استخدم الطريقة ديت، تمام. الاوتبوت ممكن تخرجهم كملف واحد او اكتر من ملف. اكتر من ملف هيبقى هديله المسار واقول له اوكي، وهو يحطهم في المسار. هنا هيبقى ملف واحد.